هنعرفه من خلال زميلنا كريم أحمد المتواجد حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نسأله على كافة التفاصيل المتعلقة باستعداد الأهلي لماتش الألمونيوم. مساء الفل يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. آخر الأخبار عندك، الفريق انتهى من مباراة قوية جدا بالأمس، عنده مباراة في الألمونيوم أو مع الألمونيوم في الكاس مختلفة تماما في التحديات والصعوبات والتجهيز والتحضير. أبرز الأخبار عندك لو في جديد قبل استئناف الأهلي للتدريب بعد أقل من نصف ساعة. يعني زي كل مره محمد ما بنقول لابد ان احنا نحيي لعيبه النادي الاهلي الحقيقه والجهاز الفني على الفكر والوعي والاصرار اللي احنا بنشوفه رغم الضغط الكبير جدا. حاله اللاعبين اللي يمكن اكيد ذهنيا مجهده، بدنيا مجهده، بتحاول ان انت في كل مباراه تحقق الهدف المطلوب وهو الثلاث نقاط، بتحاول ان انت يكون الشكل العام بالنسبه لفريق النادي الاهلي الشكل الذي يليق باسم النادي الاهلي واللي يرضي جمهور النادي الاهلي، لكن هي معادله صعبه جدا يا محمد في ظل هذا الضغط الرهيب، في ظل ان انت بيقع منك لعيبه، بترجع لعيبه، بتحاول ان انت تعمل روتيشن في اكثر من مركز عشان تقدر توصل للنهايه بالهدف المطلوب للنادي الاهلي وهو الحصول والحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. فيمكن حقيقه لعيبه النادي الاهلي على مباراه الامس لسه المشوار طويل بالنسبه لبطوله الدوري العام، لكن الشيء المهم جدا وما يميز فريق النادي الاهلي هو الفصل بين البطولات، وده امر مهم جدا. بطوله الدوري لا اختلاف كبير باشكالها عن بطوله كاس مصر، النوك اوت او مباراه النوك اوت بتحتاج مجهود كبير جدا وتركيز كبير جدا، انصاف الفرص لابد يكون استغلالها، فده امر مهم جدا. بالتاكيد كولر اتكلم مع لعيبه النادي الاهلي وهيتكلم ايضا كمان معاهم النهارده قبل انطلاق المران. هيقابل اكيد كولر بعض الصعوبات يا محمد في التحضير الخاص بالمباراه، زي كل مباراه الراجل بيبقى عنده الداتا، بيبقى عنده بعض الهايلايتس، بيبقى عنده بعض المباريات، لكن الحقيقه مباراه الالومنيوم ممكن يكون فيها صعوبه شويه ان انت تلاقي بعض المباريات عندهم كانت فتره طويله جدا فتره التوقف بالنسبه لهم او الدوري الخاص بيهم. عشان كده بنتمنى ان شاء الله يكون كولر محضر سيناريوهات كتيره جدا لهذه المباراه. بالتاكيد الالومنيوم عنده المعنويات وعنده التركيز وبيحاول ان هو يقابل نادي الاهلي كان نادي القرن، بتبقى مباراه بطوله لكن مباراه الكاس فيها مفاجآت. عشان كده بنتمنى ان شاء الله باذن الله تكون اختيار التوليفه لمستر كولر اللي هيكون معاه في قائمه هذه المباراه لعيبه اللي جاهزه. الراجل بيحاول ان هو يريح محمد بعض اللعيبه، لان يمكن سامعك بتتكلم على مباراه بيراميدز وسامعك بتتكلم على مشوار، عندنا مباراه مهمه جدا جدا وهي مباراه بيراميدز، لكن معودنا النادي الاهلي مع كولر مباراه بتقفل الصفحه، بتركز في المباراه القادمه. لكن ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون بقمه تركيزها في مباراه الكاس، لان زي ما بقول لك يا محمد وانت عارف مباراه النوك اوت بتحتاج تركيز كبير وبتحتاج ان انت تنهي المباراه تحت اي وضع وتحت اي بند مهما كانت الضغوطات ومهما كانت التعب الذهني والبدني بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. فان شاء الله النهارده تدريب النادي الاهلي كالمعتاد بعد المباراه، ريكفري طبعا لكل اللعيبه اللي شاركت، جرعه تدريبيه كامله للاعبين اللي بيحاول مستر كولر يحضرهم سواء على المستوى الذهني او ايضا كمان على المستوى التكتيكي. الراجل بيشرح امور كثيره جدا عملي وبيبدا يطبقها، لكن الوقت قليل يا محمد. النهارده ريكفري، بكره تدريب وحيد لمعسكر مباشره الى احد الفنادق طبعا القريبه جدا من استاد القاهره كالعاده، ثم مباراه يوم الجمعه. فان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الكاس. يمكن زي ما احنا عارفين السوليه وعمر كمال غابوا عن المباراه الماضيه، لكن من المعلومات اللي وصلنا ان عمر كمال بمشيئه الله يكون متواجد في قائمه فريق النادي الاهلي مباراه الالومنيوم القادمه. السوليه في تاني كبير جدا عليه، الراجل اشتكى من السمانه، فبيحاولوا ان هم يدوا له متسع من الوقت عشان يكون ريكفري بالنسبه للسوليه وتاهيل كامل على اساس باذن الله ان شاء الله يكون في قمه تالقه وقمه جاهزيته في مباراه بيراميدز في بطوله الدوري. الامور الحمد لله يا محمد بالنسبه لفريق النادي الاهلي طيبه، المعنويات مرتفعه جدا، الكل مركز، الكل عارف ان هي تحديات، لكن التحديات دي ان شاء الله باذن الله ما بتكلل بالنجاح. الامور كلها بتختلف بشكل كبير جدا، وبتحصل على الثلاث نقاط الامور كلها بتنتهي وما بتحسش باي تعب او اي مجهود فات. فان شاء الله باذن الله كولر يكون جاهز، لعيبتنا تكون جاهزه، ويا رب ان شاء الله باذن الله تكون خطوه مهمه جدا في بطوله كاس مصر وانطلاقتها تكون مباراه الالومنيوم بمشيئه الله باذن الله. زميلنا العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي، شكرا جزيلا ليك على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر النادي الاهلي في الجزيره.